بالتزامن مع زيارة النصف من شعبان والعطلة الصيفية، يشهد مطار النجف الدولي نشاطا مكثفا لنقل الزوار والمسافرين من وإلى النجف في رحلات جوية متواصلة على مدار الساعة، رحلات لم تعد بحاجة إلى إجراءات استثنائية بعد التوسعة الكبيرة بحسب المسؤولين في المطار. المطار يشهد هذه الأيام فترة الزيارة الشعبانية، وهو من المواسم المهمة اللي مر بها مطار النجف الأشرف الدولي. الحقيقة يكون هنالك زيادة ملحوظة بعدد الرحلات وعدد المسافرين. أكثر من مليون زائر تم توفيجهم عبر المطار فقط خلال الربع الأول من هذا العام، وبمعدلات تجاوزت ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي. وإدارته تؤكد أن الصالة الجديدة والحديثة سيتم افتتاحها بعد شهر رمضان. مجموع عدد الرحلات تجاوز 4712 رحلة، وحملت على متنها هذه الرحلات أكثر من مليون مسافر، وبالمقارنة مع العام الماضي لعام 2016 خلال هذه الفترة أيضا في الربع الأول كانت هنالك زيادة ملحوظة بواقع أكثر من 350 رحلة عن العام الماضي. ما بعد شهر رمضان سنصل إلى صالة بمساحة أكثر من 24 إلى 25 ألف متر بكامل تجهيزاتها بأحدث الأجهزة. إدارة المطار أكدت أن العائدات المالية للرحلات الجوية تستخدم في إكمال التوسعة فيه. تطور المطار أيضا زاد إيجابيا بالنسبة إلى المشاريع والبنى التحتية في مطار النجف لكي ينتقل من حال إلى حال، أي من كات 2 إلى كات 3، وهي مستويات تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وسلطة الطيران المدني العالمي. وتزداد الحركة الجوية في مطار النجف مع المناسبات الدينية المليونية، ومنها زيارة النصف من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي. إدارة المطار تؤكد أن الزيادة في عدد المسافرين والرحلات لم تعد بحاجة إلى إجراءات استثنائية بعد التوسعة الكبيرة التي شهدها المطار. من داخل مطار النجف، راجي نصير، الحرة.